السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدي قناة أمو تشانل، حياكم الله بالخير. اليوم أنا هطلع بث مباشر على قناة أمو تشانل، القناة بتاعتنا. حابب أتكلم أي حد عنده استفسار أو عنده أي معلومة حابب يسألها عن السفر وعن ترتيبات السفر. حابب أنوه على إن زيارة أذربيجان باكو وزيارة جورجيا تبليسي بتعتمد على حاجة في غاية الأهمية، وهي المقيمين من الجنسيات العربية أو الوافدين المقيمين في منطقة الخليج العربي مثل الإمارات والسعودية وقطر والمسقط والمنامة البحرين، يقدروا يقدموا على أو يعملوا الفيزا أون أرايفل على السفر على أذربيجان، تمام، وكذلك على تبليسي جورجيا. تكلفة إصدار الفيزا جورجيا بتكون مجانا، بالنسبة لأذربيجان تكلفة الفيزا بتكون 26 دولار أمريكي بتدفعهم في داخل المطار. هحاول أفرد فيديو بسيط عن الترتيب بتاع الفيزا، مع إنه موضوع بسيط. وفيزا الأرايفل بياخد منك جواز سفرك وبيحطه في الماكينة عنده، وفي ماكينة كده معينة الأول بيسجل بياناتك وبيعطيك ايصال يقول لك ارجع على ماكينه. في هذه الماكينه حضرتك بتروح ويساعدك موظف بياخد الباسبور بيعمل له سكان وبتدفع الفلوس كاش بتدخلها في الماكينه. لازم تكون محضر 26 دولار امريكي في ايدك علشان ما فيش اي فك ولا في اي حد هيقدر يساعدك في هذا الشيء، تمام. بالنسبه ل في دوله عايز اتكلم عليها ايضا في هذا الموضوع، الدوله دي اللي هي بيشكيك اللي كيرغستان. كيرغستان علشان تروحها بالنسبة للمصريين مثلا، في كيرغستان الفيزا اون ارايف بتقدر تسافر برضو، تنطبق عليها شرط نفس الموضوع الخاص بجورجيا وخاص بأذربيجان باكو. ولكن أذربيجان باكو في نقطة في غاية الأهمية، ألا وهي الإقامة بتاعتك في دولة الإمارات أو في السعودية أو في منطقة الخليج لا يتقل عن 6 شهور صلاحيتها، لا تقل عن 6 شهور صلاحيتها. دي معلومة حطوها في حسبانكم جدا جدا جدا، لأن أنا جيت أسافر قبل كده اتمنعت لأن كنت عديت 6 شهور الإقامة قربت تنتهي، فما سمحوا لي في المطار إن أنا أسافر، فدير بالك من هالنقطة. بالنسبة لجورجيا معاك مدة 3 شهور تقدر تسافر فيهم حتى قبل انتهاء الإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي، تمام. فدي بعض المعلومات، اذا في اي حد حابب يسال او اي عنده اي استفسار حياكم الله، انا ارحب جدا وبحاول اساعد على قدر المستطاع.